أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن بدء تشغيل تجريبي لأول توربين في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء. ويعد مشروع دومة الجندل الأول من نوعه الذي يأتي في إطار العمل على إنتاج 50% من الكهرباء في السعودية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما سيسهم في تفادي انبعاث نحو مليوني طن تحديدا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. معنا من الرياض وائل مهدي، الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة. أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. 50% من الكهرباء في السعودية بالطاقة المتجددة بحلول 2030، تحدي كبير انطلق هذه المرة من دومة الجندل. نعم، المملكة الآن لديها خطة كبيرة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة. هذه الخطة اليوم أكثر واقعية من أي وقت سابق. طبعاً في بداية التخطيط لمشروع الطاقة المتجددة في المملكة كان هناك أرقام طموحة جداً، وكان طبعا المشروع في البدايه يعني مسؤول عنه اللي هو مدينه الملك عبد الله للطاقه المتجدده والطاقه الذريه، فكان هناك يعني ارقام كبيره جدا ومستهدفات عاليه. لكن وزاره الطاقه يعني الان هي الجهه المسؤوله عن يعني هذا الملف، فتم اطلاق يعني برنامج خادم الحرمين الملك سلمان للطاقه المتجدده. كان في البداية المستهدفات ممتازة، كان 9.5 جيجا وات من الطاقة المتجددة مقارنة بالخطة السابقة التي كانت يعني فوق 40 أو 50 يعني جيجا وات. فالمستهدفات اليوم أكثر واقعية، مزيج الطاقة المتجددة الآن واقعي أكثر. طبعا يعني نحن لدينا الرياح، وهي طبعا الهدف في يعني في افتتاح هذه المحطه في دومة الجندل شمال المملكه، لان شمال المملكه هو تقريبا يعني يحظى بافضل يعني قابليه او افضل يعني بوتنشل زي ما يقولون للطاقه الرياح. جميل. بالنسبه طبعا لكن طبعا المشروع هذا لن يغطي يعني احتياج كبير جدا، وسوف يعني يساهم في انخفاض يعني الانبعاثات الكربونيه بنحو مليون طن تقريبا، يعني مليون طن سنويا، ولكن سوف يغطي احتياجات 72 ألف يعني وحدة سكنية. هذا رقم ليس قليل يا أستاذ وائل، 72 وحدة أو وحدة سكنية. ولكن هناك سؤال دائما يتكرر، دولة بحجم المملكة تدير أوبك وأوبك بلس وأسواق النفط، كيف تلجأ إلى الطاقة المتجددة في الوقت الذي تسعى فيه الدول المستوردة أن يكون لديها بالفعل طاقة بديلة عن النفط؟ كيف نفهم هذه المعادلة؟ طبعا شوف، هنا الاستخدامات للطاقة المتجددة يعني استراتيجيا للمملكة متعددة. من ناحية سوف تساهم في خفض استهلاك المملكة الداخلي من النفط والغاز، وهذا سوف يساعد على توفير كمية أكبر من النفط للتصدير بدون الاستثمار في طاقات جديدة أو طاقات إنتاجية جديدة يعني بما معناه. الأمر الآخر، سوف يتم استخدام هذه الطاقات المتجددة كذلك في يعني إنتاج أنواع أخرى من الوقود الصديق للبيئة، مثلا مشروع الهيدروجين الأخضر الذي سوف يتم إنشاؤه في نيوم يعتمد على الطاقة المتجددة. سوف يتم يعني إنتاج الهيدروجين من هذا المشروع ويتم تصديره إلى الخارج. هذا يعني يعتبر كذلك دخل جديد للمملكة وسوق جديد للمملكة مدعومة بالطاقة المتجددة. إذن المسألة ليست رفاهية يعني بالنسبة للمملكة ولا جزء من الاستعراض والأفكار المتعلقة بحماية البيئة. هناك أهداف استراتيجية وهناك نوايا بالفعل للاعتماد بشكل كبير مستقبلا على الطاقة المتجددة، سواء كانت الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين أو أي طاقة يمكن من خلالها الحفاظ على بيئة المملكة، وبالتالي توفير الاحتياطات النفطية واستغلالها في أماكن أكثر نفعا بالنسبة للاقتصاد الوطني. نعم، طبعا هو استراتيجيا اقتصاديا يعني لابد اللجوء للطاقة المتجددة. كما ذكرت لك سوف يساهم في تحسين يعني دخل المملكة من النفط من خلال زيادة الصادرات، ولكن في نفس الوقت المملكة لديها التزامات سياسية
من خلال اتفاقيات المناخ. وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة سوف يعزز موقف المملكة السياسي وجهودها في هذا الاتجاه. يعني طبعا هناك مبادرة المملكة الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، طبعا هذه كلها يعني مبادرات تدعم هذا التوجه، ويعني ما يعني ما نراه اليوم هو ترجمة فعلية يعني لتوجه المملكة. للأمانة هو المملكة دائما كان ينظر لها أنه بلد بترولي ويريد أن ينتج كمية قليلة جدا من الطاقة من خلال يعني طاقة متجددة حتى يعني نظهر بصورة يعني جيدة أمام العالم، كما يعني يعرف بالجرين واشنج. لا، أنا لا أرى شخصيا، لا أرى أن المملكة يعني تقوم بالجرين واشنج. المملكة يعني فعلا تريد إنتاج يعني الطاقة المتجددة بطريقة تجارية، خصوصا أن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في باستمرار طيب. في انخفاض. إذن توربين واحد يتواجد الآن في دومة الجندل بانتظار المزيد من التوربينات التي سيتم تشغيلها تباعا من أجل إنتاج الطاقة من الرياح. وائل مهدي الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك.